اهلا بيكم وعمق الروح وطاقة الهارب. النهاردة الهارب لسه على وضعه، بس هو بيقولك سبب اختفائه قبل كده ايه. هو محتاج يعترف لك ان هو فعلا كان مغرور، وكان غروره مسلط عليه نفسه، وكان بيتعامل بطريقة معاك مش كويسة خالص، وكان بيتجاهلك، وده سببه ان هو كان خايف جدا من مشاعره ناحيتك، وكان خايف ان هو يتواصل معاك ومن الاتصال الشديد اللي كان بينكو ده، وكان بيحاول ان هو يهرب من مشاعره دي لانه كان قلقان من ان هو يكسر او يهد الحيطان اللي هو بناها من زمان جدا حواليه بسبب تجاربه العاطفية أو اللي فاتت في الحب والعلاقات اللي ما كانتش كويسة في الماضي. هو كان خايف جدا، بيخاف هو قوي من الحاجات دي، وخصوصا ان الاتصال بتاعك كان قوي جدا لدرجة خوفته جدا، والاتصال الشديد ده كان بينعكس على مشاعرك. وجوده معاك في علاقة كان دايما بيفكره بجروح الماضي وبيصحيها جواه. انت مش عارف هو دايما كان بيشوفك ازاي، كان بيشوفك حد جميل جدا وحد جدع جدا وحد لطيف، كان بيشوف فيك كل حاجة حلوة، بس لما انت مشيت ومشيت معاك كل حاجة حلوة ادرك بجد انت بالنسبة له ايه. حبك واهتمامك وخوفك عليه، كل الحاجات دي مفيش ليها بديل، معرفش استبدلها بأي حاجة، وانت مفيش ليك بديل. كل ده هو ادركه، هو حاسس ان هو بقى اكتر نضوج وهدوء، وحاسس ان كل العلامات بتزقه ليك، كل العلامات بتدفعه ان هو يحتضن الحب ده بقوة. بيحاول يقاوم غروره تاني لانه غروره بيحاول يأثر عليه انه يتراجع في احساسه ده. المطارد يا جماعة او الانفصال كان تعبان جدا، وكان مش طايق اي حاجة في حياته، ومش طايق شغله، ومش طايق يعمل اي حاجة. عدى مرحلة مش سهلة خالص. هو دلوقتي في مرحلة احسن كتير من اول الانفصال. المطارد اتغير كتير، المطارد فرق كتير، واللي فرق معاه اكتر ان نظرته للهارب اختلفت عن الاول. انت يا مطارد لما هديت وبصيت على العلاقة بتاعتكو كده من بعيد، شفت ان الهارب مش هو يعني الشخص اللي كنت دايما انت بتشوفه بصورة احسن من كده. شخص ممكن يكون ملوش طموح، كسلان جدا، مش عايز يتعب نفسه، مش عايز يجتهد في اي حاجة، مش بيعمل اي حاجة، مش بيعدي لك الشارع حتى، عايش اليوم بيومه، مش عنده اي بلانز للمستقبل، ما عندوش اي حاجة، ما عندوش اي حاجة فعليا يديها لك. حتى طاقته طاقة يعني طاقة سلبية. فانت كنت انت بتديله الحياة، انت لما بصيت عليه وهديت كده شايف الهارب بنظرة تانية خالص. من كتر ما انت يا مطارد كنت بتحبه، انت ما كنتش شايف حاجات كتير قوي، ما كنتش شايف الهارب بالطريقة دي. هو كان معطلك، فعليا كان بيعطلك. انت من كتر حبك لي في حاجات كتير قوي فيه ما كنتش شايفها. انت كان كل همك ان العلاقة بس تنجح، فانت شايل العلاقة على كتفك لوحدك وماشي، وهو ولا هنا، هو عمال يزفتت في العلاقة ويكسر في العلاقة ويعك، وانت اللي بتشيل في الاخر برضو، ما بيعملش هو اي حاجة، ما بيلمش، انت اللي عمال تلم وراه. طبعا ده كان معطلك في حياتك، سحلك معاه، انت حاسس كده ان هو عامل زي الطفل اللي عامل دوشة، هو عامل دوشة على طول، الهارب عامل دوشة كده، هربان، زعلان، بلوك، معرفش ايه، فانت مش عارف تركز في حياتك ولا عارف تركز في حاجة من كتر ما هو ما بيسكتش. عارف انت الطفل اللي عامل كأنه عمال يلفت الانتباه كده للناس اللي حواليه، الهارب كده، الهارب دي مشكلة عنده في طفولته فعلا، هو بيلفت النظر للشخص للأشخاص اللي بيحبوه عشان يقول انا هو، فهو عامل دوشة، عامل قلق، مش عايز يهمد في العلاقة، كل شوية عامل مشاكل، وانت عمال مفيش حاجة بقى، مش عارف تركز في حاجة في حياتك، معطلك. انت بجد كنت محتاج الانفصال ده علشان تفوق لنفسك،
علشان تاخد بالك من نفسك، لان انت كنت بتاخد بالك منه اكتر من نفسك، كنت بتقعد تفكر له في مستقبله اكتر ما بتفكر في مستقبلك، كنت حامل همه هو ازاي ما بيفكرش في مستقبله، طب انا اشجعه، طب اخليه يفكر في مستقبله، طب اخليه يعمل اي حاجه. فركز في نفسك، قول لنفسك انت الكلام ده بدل ما تقوله له، كمل، لانه بجد محتاج تحب نفسك يا مطارد الاول. حب نفسك بدل ما تديله الحب ده كله، لا حب نفسك انت، حب نفسك بس ربع اللي كنت بتحبه له. ومهما انت دخلت في فكره ان انت حاسس ان انت وحشك وبتحن له وكل ده، بس انت عقلك بيقول لك، صوت العقل بيقول لك ايه، بيقعد يفكرك بقى انت ناسي هو عمل لك ايه، وانت راسي لما رجعت له بقى اخر مره وقلت ان هو اتغير وتشافى عمل معاك ايه، كل مره كانت بتبقى اسوأ من المره اللي قبلها، كل مره كانت الخناقه بتبقى قبل يعني اقل عدد ايام من اللي قبلها، كل مره كانت بتبقى اكبر من اللي قبلها، كل مره بتفتكر فيها ان هو اتغير بيحصل حاجات اكتر من اللي فاتت. الهارب بجد عمل فيك حاجات كتير جدا كانت كويسة عشان تفوق، بس انت حاول تكمل خطوة، كل ما تيجي خطوة تاخدها خطوة في التشافي وتبعد بيجيبك على طول. افتكر الهارب كان بيعاملك ازاي، سابك ازاي، كان بيستهتر بمشاعرك، كان بيعملك بلوك كده بمنتهى السهولة، ممكن تحتاجه ما تلاقيهوش، بيهرب على طول، بيروح يستخبى في الطرف الثالث، كان يجي يشتكي لك من الطرف الثالث، كان يجي يشتكي لك ويعيط لك ويقعد يقول لك ان هو سبب تعاسته، سواء بقى هو كانت زوجة او زوج او ام او اب، كل ده وكنت انت تقعد تهديه وكل الحاجات دي، وبعد كده تلاقيه هو مستخبي فيه وممكن يقول لك فيه شعر مثلا وحاجات كده غريبة، هو مجنون بقى ولا ايه ما تفهمش، ولا يعني ناس كتير جدا بتقول انه الطرف التالت بيعرف يأثر عليه بشكل غريب ومش طبيعي وبشكل فيه حاجة مقلقة، ساحر بقى ولا اي حاجة. ناس كتير بتتكلم في الموضوع ده جدا، عندها تجربة مع الموضوع ده، لانه بيبقى حاجه وفجاه كانه اتغسل له مخه بحاجه تانية خالص بشكل غريب، وبيبقى في الاسوأ، حالته بتبقى اسوأ على فكره، طاقته بتبقى اسوأ، فمش بيبقوا فاهمين ايه اللي حصل بالظبط. الهارب اللي عمله معاك ما كانش قليل طبعا، ما ننساش ده. العلاقه دي فيها حب غير مشروط، وطبعا بتحبه ما حدش قايل حاجه، بس في حاجات تانية اهم، في حاجات تانية لازم يتشافى منها، يا إما الرجوع هيخليه اوحش من الأول. لو انت فعلا بتحبه ما ينفعش ترجع له وهو كده، عشان انت اكيد عايزه هو كمان يبقى بني آدم كويس، بني آدم مش عايش اليوم بيومه، بني آدم مسؤول، هو مش عايز يبقى مسؤول عن اي حاجة خالص، هو عايز كده يعيش في اللالا لاند بتاعته، بني آدم بيحس، هو بيحس بس بيحس لجوه، يعني بيروح حتى بيندم، بيروح يندم مع نفسه يعني لوحده في حتة كده. افتكر الهارب لما كان بيجي لك كل مرة بعد الانفصال، كان بيجي ياخد كل طاقة الحب منك والوحشة وكل الحاجات دي، كان بيجي ياخد منك الكلام الحلو اللي هو عايز يسمعه علشان تديله طاقة، كان بيجي ياخد منك طاقتك، كان بيجي يسحبها ويطمن انها لسه موجودة، كان بيجي ياخد الطاقة الحلوة دي، ومش مهم انت بتاخد ايه، مش مهم اي حاجة تانية، ما بيفكرش اصلا فيك، وممكن يختفي تاني بعدها لأي سبب تافه، لأي قفشة، لأي حاجة، وانت وجعك بيكون أكبر بكتير من كل مرة قبلها، وإنك ترجع تعيد من الأول ده بيبقى أصعب وأكتر إحباط من الأول. فلو الهارب زي كل مرة، عقلك، اسمع عقلك وحدسك وكل حاجة، خلي بالك لانه هو حالته صعبه اليومين دول، بس هو بينه وبين نفسه بيفكر حتى اللي هو يعني انا جاي ارجع لك وانت مش عايز، يا سلام. في هاربين الايجو والانا والغرور برضو بيحاول يسيطر على دماغه، وبيحاول برضو يقول لهم ايه ده هو كمان مش راضي بيك، اللي هو يرجع تاني نفس الفكر، فهو يعني لسه هو يعني الوضع مش مطمئن بصراحه،
ان المطارد يضعف قدامه. فخلي بالكم يا مطاردين من الموضوع ده عشان يعني الموضوع ما يبقاش اوحش ونرجع نقول ان العلاقة دي علاقة متعبة جدا ومهلكة جدا. لا، احنا ربنا ادانا عقل برضو. هي علاقة متعبة، بس برضو احنا ربنا ادانا عقل وقال لنا ازاي نفكر وازاي نتصرف. وبكده خلصت طاقة الهرب النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم طاقة الهرب كل يوم. مع السلامة، اشوفكم على خير ان شاء الله.